اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل، الأسباب الحقيقية وراء توقيع المعاهدة. مفاجأة جديدة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كشف عن توصل المغرب وإسرائيل لاتفاق سلام لتنضم المملكة المغربية إلى الإمارات والبحرين. إعلان الرئيس الأمريكي تضمن إصداره مرسوماً يعترف من خلاله بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء الغربية، وذلك في إطار اتفاق السلام بين الدار البيضاء وتل أبيب. قبل مشاهدة الفيديو، اضغط على زر اللايك إن أعجبك الفيديو وشارك الفيديو مع أصدقائك، وإذا كنت غير مشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق، وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة، وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلاً دبلوماسياً جديداً تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. وكجزء من هذا الاتفاق وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس. ورجح محللون سياسيون توقيع الاتفاق بين المغرب وإسرائيل إلى العرض الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة الدار البيضاء على منطقة الصحراء الغربية. وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي، أعلنت المملكة المغربية وإسرائيل افتتاح قنصليات ومكاتب لتمثيل الدبلوماسي في كلا البلدين. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية اعتزامها تسيير رحلات مباشرة إلى المطارات المغربية، وذلك لأول مرة في تاريخها. ويتوقع أن يتم عقد اتفاقيات تبادل تجاري واقتصادي بين المغرب وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وتتنوع بين تبادل منتجات زراعية وإقامة مشروعات اقتصادية على الأراضي المغربية. وفي أول تعليق له على الاتفاقية، أكد الملك محمد السادس أن التشاورات والتنسيق بشأن التوصل لاتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل ظل مستمراً، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي في شهر مايو 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود وعدد من الزيارات غير المعلنة.